للدوري السعودي. والنهارده في الدوري السعودي عندنا بقى نجومنا المصريين طبعا احمد حجازي وطارق حامد مع نادي اتحاد جده. يعني السنه دي انا هشجع بقى اتحاد جده عشان انا بحب دايما اتحاد جده على فكره، انا من صغري من الانديه اللي انا بحبها في السعوديه بفريق اتحاد جده، دايما كده بحس ان هو يعني فريق مميز وبحب جماهيره وبحب يعني جماهيره كده متعصبه جدا لفريق الاتحاد، فانا بحب اتحاد جده يعني من صغري بحب اتحاد جده. وحجازي وطارق حامد النهارده شاركوا مع اتحاد جده امام الاتفاق، لكن المباراه انتهت 0-0 والاتنين لعبوا بشكل كامل النهارده. احمد حجازي وطارق حامد بداوا المباراه من بدايتها لنهايتها، واحمد حجازي هو كابتن فريق اتحاد جده. نتمنى التوفيق بقى لحجازي ولطارق حامد مع اتحاد جده ان شاء الله.